مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناة القرن الأفريقي. قدمها لكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. ضيفنا اليوم سيكون الدكتور أبو الغاسم الحسن من أبو ظبي، وهو رئيس وكالة أنباء القرن الأفريقي أو رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء القرن الأفريقي. ومعنا أيضا الزميل الأستاذ هاشم علي مندي، هو إعلامي بارز معروف اليوم. أنا أتشرف أيضا، هو أستاذي وداعم كبير فكريا ومهنيا لوكالة أنباء القرن الأفريقي منذ تأسيسها. اليوم أتشرف أن يدير هو هذا اللقاء نيابة عن وكالة أنباء القرن الأفريقي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم يعني طبعا اليوم متابعة جيدة جدا، لأنه أستاذين اليوم أمامكم، أحدهما عالم في تخصصه، الخبير أبو الغاسم، وهو رجل معروف وله في باع طويل في مجال مهنته كخبير في مكافحة المخدرات. والزميل هاشم لا يحتاج إلى تعريف، ورجل رائد إعلامي معروف في وسائل الإعلام العربية والخارجية أيضا. شكرا إليك زميل هاشم. نعم دكتور أبو القاسم، مرحبا بك. الحقيقة فرصة طيبة أن ألتقي بك وأيضا مع المشاهدين الكرام والأستاذ عبد القادر حمدان لتناول جوانب كثيرة فيما يتعلق بالانتقال بوكالة أنباء القرن الأفريقي من مرحلة إلى أخرى بعد 30 سنة من التأسيس، يعني 33 سنة. فطبعا رئاستكم لهذه الوكالة بالتأكيد تعني الكثير، فيحبذا لو تعطينا فكرة عن تصوراتك للمرحلة المقبلة من عمل وكالة أنباء القرن الأفريقي. شكرا أستاذ هاشم، وسعداء بالالتقاء بك والتحدث إليك لأول مرة، وسعداء بالالتقاء مرة أخرى بالأخ عبد القادر، وبتحية لك ولمعدي البرامج ولمستمعيك على مد البث في كل مكان. ونتمنى أن تكون هذه الحلقة مثمرة وتقدم جديدا ونوعيا للسادة المشاهدين إن شاء الله. فيما يتعلق بتطور هذه القناة، وجدنا فيها قناة فتية تحمل أفكار وتحمل رسالة هادفة جدا للرقي بالبلدان الأفريقية، وهي بدأت صغيرة ثم نشأت ثم كبرت، وها نحن في العامها 30 تقريبا. وتشرفت بأن أصبحت رئيسا لوكالة هذه الأنباء، ولدي مجموعة من الأفكار للرقي بهذه المؤسسة الجيدة ذات الأهداف السامية النبيلة، تتمثل أولها في الانتقال بإذنه تعالى من مرحلة البث من خلال اليوتيوب إلى الفضائيات بإذن الله تعالى. وهناك مشاريع أخرى لا يمكن أن لا أتحدث عنها الآن، إلى أن تصبح واقعاً في كل مرحلة من مراحلها إن شاء الله. دكتور، فيما يتعلق بهذه الوكالة التي تأسست لما قلنا قبل أكثر من 3 عقود، كانت ظروف بعض بلدان القرن الأفريقي هي نفسها الظروف الحالية. القصد هو من الناحية الأمنية، هذه الوكالة انبثقت لإيصال صوت الأفريقي إلى أوروبا والعالم، وكانت ظروف بلدان المنطقة وشعوبها مثل ما هي حاليا، حالات الحروب الإقليمية والداخلية. والآن نرى أن هذه المنطقة ما زالت تعاني من هذه المشكلة، يعني من خلال خبرتك، هل تعتقد بأنه حالة الحرب هذه ستستمر، أم لدى الوكالة نوع من التصور لتغطية شؤون هذه المنطقة
للتعريف بآثار هذه الحروب على شعوبها، بالتالي نشر نوع من التوعية بالانتقال إلى السلم. من ضمن الأهداف السامية والنبيلة والمهمة لهذه الوكالة هو الرغي ببلدان الأفريقية التي ترزع في بؤر من الحروب والصراعات والقبليات التي عفى عليها الزمن والتي نهى عنها الدين وشتى الديانات نهى عنها. فالأساس في رسالة هذه الوكالة هو تثقيف المجتمعات الأفريقية خصوصا إلى نبذ القبلية والاتجاه نحو التعليم والاتجاه نحو الاهتمام بالمجتمع والاهتمام بفرض المجتمع والاهتمام بصحته والاهتمام بوعيه وثقافة التسامح والسلام. هذه أشياء مهمة جدا، وإلى حكامها تدعوهم وتثقفهم وتنورهم وتكون عونا لهم للحكم بالعدل والمساواة. فالعدل هو أساس الحكم، وهذه المجتمعات لن ينالها حظ من الاستقرار ونبذ العنف إلا إذا التزمت بمبادئ الأخوة، بالأخوة المواطنة والإنسانية، وعدم النظر إلى الآخر بتفرقة، ونبذ العنف ونبذ التطرف ونبذ الانتماء إلى القبلية فوق الإنسانية وفوق العقيدة أيضا. هذه رسالة مهمة جدا على المؤسسة بأنشطتها المختلفة التوجه نحو بثها الأكبر إلى هذه المجتمعات للتعلم أولا والتثقيف في مجال الصحة والتثقيف في مجال الإنسانية وقبول الآخر، فإن الاختلاف في الرأي مع أخيك لا يفسد للود قضية أبدا، بل الاختلاف معك لربما يثري فكرك ولربما ينير لك الطريق لترى أشياء لم تكن لتراها لوحدك ما لم يشاركك إنسان آخر مبادئه وأفكاره وقراءاته. وكلنا يجب أن نضع أيدينا فوق أيدي بعض لنبذ العنف ونبذ التطرف والسعي نحو إشاعة ثقافة المساواة وحب الآخر والإنسانية والتسامح والسلام. اسمح لي الزميل هاشم بالمداخلة. طبعا نحن اليوم وجهنا دعوة للدكتور، لأنه طبعا كانت أسئلة وردت إلينا في لقاء، أنا جرينا مع الدكتور لقاءين قبل كده، وأنا قدمته كخبير في مجال مكافحة المخدرات أيضا، وهو عالم، وحسب قراءتي للسيرة الذاتية للدكتور أبو القاسم هو أحد واحد من 10 علماء متخصصين في هذا المجال. الآن طبعا دعنا نطرح عليه، لأن العديد من مشاهدي قناة القناة طرح علينا الأسئلة، ما هي هذه الخبرة وما هي طبعا يعني في بعض الأسئلة طرحت علينا أيضا. فأسمح لي أولا أن أبدأ بسؤال الأول. دكتور أبو القاسم، كما تحدثنا في حلقة السابقة، أنت طبعا متخصص عالم سريري أيضا وتعمل في هذا المجال أكثر من 10 أو 20 سنة. كما تعلم في عام 1961 بدأت الأمم المتحدة في عقد مؤتمرات دورية بشأن مكافحة المخدرات. هذه المؤتمرات طبعا انتقلت وأصدرت قرارات، وانتقلت أيضا الآن إلى فيينا منذ أكثر من 40 عاما. فحسب رصدنا، ونحن طبعا كوكالة تأسست في عام 1989 بعد اعتمادنا في لدى منظمات الأمم المتحدة، كنا نشارك في هذه المؤتمرات، قرأنا كميات كبيرة جدا من القرارات صدرت، إنما على صعيد التنفيذ أنتم كعلماء كيف تتعاملون هناك وتشاركون أيضا في هذه المؤتمرات؟ إنما ما يفتقده المشاهد والمتلقي هنالك قرارات تصدر، إنما في التنفيذ متعسرة. كيف تقرأ هذه التطورات منذ عام 61 إلى يومنا هذا؟ دراسات لكن على أرض الواقع لم تطبق حتى اليوم، لماذا؟ حقيقة هناك الاتفاقية الأولى سوات اتفاقيات قديمة جدا منذ عام 1935 مرورا 40 45 48 50، إنما تبلورت كلها في الاتفاقية المشهورة في الأمم المتحدة في 1961 اتفاقية المخدرات، وعقبتها اتفاقية
العقاقير الطبية في 1971، وهاتين الاتفاقيتين تمثلان حجر الزاوية لمراقبة أنشطة حركة المواد المخدرة المستعملة لأغراض طبية في المجال. ويمكن التقرير العالمي لهيئة الرقابة الدولية مع الصادر من هيئة الرقابة الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية والتعاون مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في UNODC في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أصدر تصدر تقرير عالمي سنوي في 21 آخره كان في 21 في 22 وبعدين 23 على وشك الانتهاء. وهذه التقارير تنذر بتصاعد وتنامي فاق 22% من سنة إلى أخرى في تعاطي المجتمعات وانحدارها نحو التعلق بأذيالها وانتشار التجارة، تجارة المخدرات من خلال العصابات ومن خلال الحدود المتداخلة بين الدول. فهذه مشكلة عصية تستدعي تعاون المجتمع الدولي كله، تستدعي تعاون كل هذه الدول التي تمثل مصدر والتي تمثل معبر محتاجة للمساعدات حتى تقدر تقوم بدورها على أهبة الإمكانية. فهناك تقرير الأخير قبل الأخير يشير إلى أنه هنالك أكثر من 276 مليون فرد تعاطى مخدرات في السنوات الفائتة، بيزيد نسبة زيادة تجاوزت 20% إلى 30%. 36 مليون من هؤلاء المتعاطين ظهرت عليهم آثار وأعراض بتاعت الأعراض المصاحبة لتعاطي المخدرات بكل أسف، من ضمنها بعض الكثير من الأمراض النفسية، ناهيك عن الأثار الاقتصادية، ناهيك عن الأثار الاجتماعية، ناهيك عن الأثار السياسية لهذه الجريمة البشعة ولهذا المسلك الذي يدمر المجتمعات ويمنعها من توجيه مواردها الحقيقية للتنمية أكثر من إنها توجهها لمكافحة هذه المخدرات ولمعالجة المدمنين. فلأنه هذا المرض، مرض تعاطي المخدرات، صنف أخيرا كأنه مرض في السالف، كان مهمل جدا ويعتبر وصمة في المجتمعات، ولكن مع كثرة الانتشار ومع الآثار السالبة تم تصنيفه كمرض. والعلاج معقد جدا، يستدعي التدخل الباطني، يستدعي التدخل النفسي، يستدعي التدخل السايكولوجي، يستدعي التدخل بتاع التوكسيكولوجي، هاي علم السموم في المختبرات، يستدعي التدخل الباطني. فمجموعة بتاعت مؤثرات، يعني بدل ما يجيك مريض بمرض محدد يستدعي تدخل من الطبيب المعني، إنما هنا أنت بتحتاج إلى تيم مالتي ديسيبلينري، تيم على الأقل يتكون من 5 إلى 6 تخصصات. فالمنصرف على هذه علاج هذا المرض منصرف خطير جدا، و يعني ينهك كاهل الدول هذه الميزانية التي تبذلها وتصرفها على علاج هذه الآفة، توجهها المفروض أن توجهها لتيمة توجهها لعلاج هذه الآفة. فالأفضل والأحسن التثقيف والبريفنشن، الوقاية خير من العلاج، والعلاج الوقاية تبدأ من المكافحة، والمكافحة هي مسؤولية دول مجتمعية متعاونة فيما بينها. فلا يمكن لدولة أو 2 أو 3 أو 10 تتمكن من الحد من هذه الجريمة. هنا تم إصدار هذه الاتفاقيات للتعاون المجتمعي العالمي، والعالم الآن أصبح قرية كما نعلم. واصل الآن إليك الآن الزميل هاشم. يعني إحنا نعرف أنه المخدرات مو فقط جريمة عابرة للقارات، إنما أيضا دخلت في عالم الجريمة المنظمة والتجار بالبشر. يعني والمنطقة المثلث القاري، أوروبا، أفريقيا والعالم العربي، يعني معروف أنه مؤثرة في بعضها البعض.
وحملات الهجرة الغير منظمة للبشر ممكن تواكب أيضا مشكلة المخدرات. هل الأمم المتحدة متابعة لخطورة هذه المسألة؟ الأمم المتحدة منتبهة جدا ولديها أنشطة عدة خلال السنة لمكافحة الجريمة بأنواعها المختلفة، وخصوصا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن له دور كبير وله مؤتمرات عالمية تجتمع فيها كل الدول، وله منظمات وله أفرع وأنشط مختلفة جدا، وله لجان عدة تعمل في هذا المجال، المجال الشرطي، المجال الوقائي، المجال العلاجي، المجال الاستباغي حاليا، وهنالك من الخطط وهنالك من التدابير وهنالك من المنشورات التي توزع في المؤتمرات وتوزع إلى الدول لتقوم بدورها. فيها موجهات من هذه المنظمة العريقة لتفادي هذه المشكلة والتعاون فيما بينها. فعلى شطة الأصعدة الأمم المتحدة مدركة تماما لهذه الجريمة وتحاول ما استطاعت، ولكن تجار الجريمة في كل وقت وفي كل أوان يأتون بأفكار مختلفة وجديدة. ففي مجال المخدرات هنالك ما يسمى بالكلاندستين لابوراتوريز، هذه المختبرات الخفية نسميها يعني تحت الأرض أو في مكان ما لا نعرفها أين هي، فلربما يتم إصدار مخدر واحد بتركيبة كيميائية مختلفة من الهيكل الأساسي للمواد المخدرة المحرمة للتفادي وتجاوز القانون. لذلك في السنوات الأخيرة اتجهت الأمم المتحدة ولجان خبرائها إلى تصنيف حتى سلائف المواد المخدرة، السلائف الكيميائية التي تستخدم حرمتها بالقانون بغض النظر عن طلع A ولا B ولا C، السلائف كلها أصبحت داخلة في نطاق التحريم ما دامت تدخل في نطاق تصنيع المواد المخدرة. فهذا من أبعد ما ذهبت إليه هذه المنظمة في المجال العلمي والبحثي للحد من هذه الجريمة. هنالك تعاون مع الإنتربول العالمي، مع الدوائر الشرطية في الدول المختلفة، مع الدوائر العدلية، مع الدوائر الطبية، مع الدوائر بتاعت الوقاية متواصلة معها، وهناك مؤتمرات وهناك فرق تدريبية تذهب إلى شتى الدول المحتاجة لمساعدتها، وهناك مقار عندكم في فيينا وفي أوروبا عموما تستقبل المتدربين وتوجههم إلى الطرق المثلى لمكافحة والحد من هذه الجريمة. دكتور يعني السؤال الآخر، طبعا يعني الأمم المتحدة المختصة طبعا يعني موجودة الآن رئاستها في فيينا، هي طبعا تقدم نصائح ووصايا وتنصح، لكن هناك ما يعني الدول المشاركة في الأمم المتحدة هناك ما يعني تقول إنه هي لها يعني قوانين سيادية وما يعني لا تنفذ كل شيء مثلا يصدر عن الأمم المتحدة. فلذلك الآن نشاهد ظاهرة يعني قوانين محلية تسمح بتعاطي المخدرات اللي هو الكارنابيس وما إلى ذلك. فهذه الظاهرة أنتم كخبراء ومتخصصين في هذا المجال، ما هو آثار السماح الآن أو انتشار بيع المخدرات بطريقة مشروعة يتحججوا لمنع الجريمة، حاولون بدل ما يعني الناس تغامر بحياتها في سبيل الحصول على جرعة من المخدرات الآن يعني سمحوا قانونيا والآن تباع هذه المخدرات، ما هو يعني آثار السماح هذه والقوانين؟ كيف تنظرون أنتم كعلماء؟ هذا سلاح ذو حدين، هذا في الحقيقة سلاح ذو حدين. الدول التي مشت أو ذهبت في هذا المنحة ترى أنه كل ما هو ممنوع مرغوب، فلذلك وفرت هذه المواد لمن يرغب في التعاطي، وهنالك نشرات تحذيرية من استخدام المخدرات، ولكن من لك الخيار تحت سن محددة يحددها القانون في تلك الدول التي سمعت بها، ظناً منها أن الفئات التي تتناول وتتعاطى تحت رغبتها، وهناك ما يعني منافذ محددة يسرتها حتى الناس وصلها ويكونوا under control، ولكن لها جوانب سيئة كذلك. في داون سايد واضح جدا في هذه الناحية، لأنه قاد
الناس المجربين والناس الهاوين والناس الذي يراقبونه الآخرين من باب التجربة انزلقوا في هذا الباب وصاروا أسوأ حالا مما سبقوهم ومن من هم كانوا متعاطين. فهذا هذا هذا الاتجاه سلاح ذو حدين، هذا الاتجاه سلاح ذو حدين. فكما نعلم كل الشرائع وكل الديانات وإن الدين عند الله الإسلام لا تبيح ذهاب العقل، فالأولى بنا أن نفكر في الحد من زراعة هذه المخدرات، من صناعة هذه المخدرات، من السماح لهذه المخدرات بالتجاوز وحدود والعبور إلى البلدان الأخرى. وإن كان يعني بكل أسف أصبحت هذه تجارة رائجة وهنالك منها تدفقات مالية مهولة تقدر بملايين الدولارات تذهب من دول خصوصا بلدان النامية، وهذه التدفقات ربما لو كان تم احتجازها وإنتاجها عبر الطرق المشروعة داخل البلدان لساهمت في التنمية ولساهمت في الاستقرار الاجتماعي، لساهمت في الصحة، لساهمت في التعليم، لساهمت في البنية التحتية الأساسية لتلك الدول من طرق ومواصلات وتهيئة للمناخ. ولكن هذه الظاهرة من التدفقات المالية قادتنا إلى مجالات أخرى دفعت بالآخر في بعض الأفراد إلى البحث عن سبل يسيرة حتى وين توفر له تعاطي الجرعة، إلا ربما وصل في بعضهم إلى قتل ذويه حتى يعني يستأثر بممتلكاتهم أو يبيع شيئا من مقتنيات المنازل أو أملاك والديهم حتى يحصل على هذه الجرعة. ومتعاطي المخدرات يصبح أسير لا إرادة له إلى أن يتحرر من هذه الوصمة ومن هذه الآفة الكئيبة المشينة المرهقة. حقيقة يصبح بلا إرادة لحظة أن يفكر في التعاطي ويحصل له توق لأخذ هذه الجرعة، لا يفكر في ماذا يفعل، لا يفكر في ماذا يفعل. سبيل هاشم تفضل. نعم دكتور، الأهداف اللي تفضلت في ذكرها بأنه المرحلة المقبلة من عمر وكالة أنباء القرن الأفريقي ستركز عليها وهي التنمية في كل المجالات، لاحظت أنه هنالك تطابق مع أهداف الأمم المتحدة اللي هي تؤمن بأنه التنمية ممكن يكون أساس للسلم والأمن في العالم. فهل هنالك نوع من التعاون والتنسيق بينكم وبين الأمم المتحدة ومنظماتها في إبراز أهمية هذه الأهداف؟ واضح جليا هناك تعاون وتعاون مستمر وبناء مثمر، بدليل وجود مكتب القناة في الأمم المتحدة، وهناك التقاء في كثير من الرؤى، وهناك كثير من المبادرات والأنشطة التي يعني من خلال المنظمات التي يعني من خلال المنظمات الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة نود الاشتراك فيها والانخراط لتقديم ما يمكننا نساهم فيه وبذل الجهد لتنمية المجتمعات، وزي ما قلت لنشر ثقافة السلام. نشر ثقافة السلام يعني يعقبها الخير الكثير، استقرار المجتمعات وتوجهاتها وتنمية المستدامة متمثلة في البنية التحتية ومتمثلة في الإنسان اللي هو أساس كل شيء، بتوفير الحياة الكريمة له، بتوفير الاستقرار، بتوفير احتياجاته الأساسية، بتوفير الصحة، بتوفير التعليم، بتوفير الطرق السهلة للتواصل والانتقال من مكان لآخر، والرقي بهذه المجتمعات إلى درجة الرفاه. ولكن هذا يمثل حتى الأدنى للإنسانية. يجب على الكل، قناتنا وجميع القنوات، أن تساهم بدورها في كل النداءات الإنسانية التي تناشد الآخرين لدعم المجتمع هنا أو هناك، لدعم الدولة هذه أو تلك، حتى نبني وحدة متكاملة يهتم فيها الإنسان بأخيه الإنسان،
فيها الإنسان بأخيه الإنسان، كما لم كما قال نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يهتم بأمر الإنسان الإنسانية فليس منه. فلنا والأخ وأخيك في الإنسانية وأخيك في المواطنة، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو أصله أو لغته، الإنسانية جمعاء شيء واحد. ولنا جميعا أن نفكر ما نحبه لأنفسنا أن نحبه للآخرين. أنا زميل هاشم طبعا تابع تطور الوكالة منذ تأسيسها وتعاون معنا أيضا في تسجيلها لدى منظمات الأمم المتحدة. لما في حلقة سابقة، في لقاء سابق مع البروفيسور الدكتور أبو الغاسم، كنا أجرينا معه حوار حول العقول المهاجرة أو الكفاءات المهاجرة. فإشكالية اللي واجهت الأفارقة زميل هاشم، أكثر من تابعت طبعا نشاط الوكالة، بأنه دائما نعتمد على الآخرين. لما طبعا الآن احنا اكتشفنا أن هنالك كفاءات يعني مهاجرة أو كفاءات في داخل أفريقيا أيضا لم تهتم بشؤون الإعلام إلى يومنا. فالوكالة أساسا عندما تأسست من مفكرين أيضا أفارقة، حسن عبد الوهاب من السودان، هو سوداني يعني إعلامي بارع معروف لدى على مستوى أفريقيا، أيضا الدكتور عبد الرحمن أذن كان سفير آخر سفير لجمهورية الصومال. فالصدفة جمعتنا في مؤتمر الاشتراكيين الأوروبيين، طبعا كان يديره المستشار الأسبق ويلي بران. فهنا يعني طرح سؤال وهو الذي حرك فينا المشاعر حتى أسسنا هذه الوكالة. فقال: نحن أوروبا زلت تتحدث باسم الأفارقة لأكثر من 100 عام، والآن قال العالم تغير، الآن أمامنا هنا حوالي 70 أفريقي يمثلون دولهم، سفراء ومثقفين وتخرجوا في جامعات أوروبية، وثقافتهم وإمكانياتهم لا أقل مننا، بل فيهم أيضا أحسن من الأوروبيين. فحان الوقت أن نتحدث الآن مع الأفارقة بدلا من التحدث باسمه. هذا طبعا نحن استمعنا إلى هذه الكلمتين حركت فينا المشاعر. حسن عبد الوهاب قال هذا السؤال وهذا النقد كان موجه إلينا، ماذا نفعل؟ علينا الآن أن نبدأ بشيء نستطيع، اللي هو تأسيس وكالة، قالوا وكالة أفريقية، قلنا نحن كلنا ننتمي لإقليم ومنطقة القرن الأفريقي، علينا أن نبدأ بوكالة أنباء القرن الأفريقي. بعد 30 سنة من الدعم وجهود الأفارقة نفسهم أبناء المنطقة، الآن وصلت ما وصلت إليها هذه الوكالة، صار لها مكتب ومكاتب كثيرة منتشرة، عندنا مكتب في إيطاليا، عندنا مكتب، بل نتوسع الآن إلى غرب أفريقيا، هناك أيضا شراكات. فالدكتور أبو الحسن الآن طبعا التقليل من قيمة الأفارقة نفسهم، سواء كانوا يعني سودانيين أو إثيوبيين أو إريتريين أو صوماليين. فالآن طبعا نحن كأنت كمدير جديد وهي في دورتها الخامسة، يعني كل 4 سنة تحال رئاسة الوكالة، هذا دستورها لبلد معين. أنت كسودان الآن نتشرف أبدا بإدارتك ورئاستك لهذا الوكالة. فماذا تنصح الآن الإعلاميين؟ بصرف النظر الدول تختلف، السياسة بتفرق بين الناس، لكن الإعلام هي السلطة الرابعة. بماذا تنصح الآن يعني نحن لا ندعي بأننا سنجمع كل الأفارقة لكن ما يعني هذه الفكرة، أنه الأفارقة الآن ما مكتشفين قدراتهم وإمكانياتهم حتى يتولوا شؤونهم بأنفسهم. فما هي يعني أنت رؤيتك في هذا الاتجاه؟ والله على الإعلاميين دور كبير في مساعدة الأفارقة الغير مستنيرين منهم في خروج من منطق، أنهم متلقين إلى إعادة بناء الثقة في أنفسهم. فالإنسان هو الإنسان، إمكانيات الإنسان في كل مكان هي نفسها، سواء كان في أفريقيا سواء كان في أوروبا، ما الفرق لا يكون إلا في الأدوات الموجودة لإبراز وإظهار القدرات. فالإنسان بعقله لربما يكون هناك أفريقي مبرز يعني فطرة وذكاء أكثر من أوروبي، لربما هناك أوروبي أكثر ذكاء وفطرة من آخرين في أفريقيا. فالإنسان هو الإنسان، ولكن محتاج إلى الخروج من ثقافة إنه متلقي إلى ثقافة إنه إنسان له دور وعليه دور، وإنسان يمكن أن يكون مرجعا، وإنسان يمكن أن يكون يفوق الآخرين بمجهوداته وبعطاءاته، مستغلا الظروف المتاحة حوله.
وله دور آخر تثقيف الآخرين في مستواه والقيام بدور نحو أبناء جلدته. يعني لا يكتفي الإنسان بنفسه فقط، لو اكتفى كل أحد منا بنفسه فعيب علينا وظلمنا العلم وظلمنا الإمكانيات اللي ربنا منحنا لها. فعلينا بث العلم وبث كل أنواع الثقافة اللي تساعد بها الآخرين وتنشر بها ثقتهم يعني في أنفسهم، وترقي من إمكانياتهم، وترقي من أنهم بشر خلقهم واحد إله واحد. هناك من هو في أفريقيا، في غرب أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، هم سواسية كآدميين، وهم سواسية. الفرق في جدية التناول وفي جدية التعاطي وفي جدية التفاعل مع الحالة اللي موجود فيها الإنسان. لا، كل إنسان لديه طاقات يمكن أن يفجرها من خلال همته، همة الإنسان تصنع المعجزات. فكما قال يعني النبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو تعلقت همة المرء بالثريا لنالها. الإنسان هو الإنسان، وصانعه واحد، وخالقه واحد، موجده في هذا الكون واحد. فكل منا يعني له دور وعليه دور. نعم. نسأل الله أن يوفقنا فيما نحن فيه. بارك الله فيك. أنا أترك الآن المجال للأخ هاشم على أساس طبعا قبل أن نختم هذه الحلقة. الأخ هاشم في لقاء مع مجموعة من الأوروبيين، بينهم كان وزير الدفاع السابق في النمسا ورئيس اتحاد السلام العالمي بيت حيدر، طرح الأخ هاشم فكرة، وهي هذا الذي يعني الآن طبعا هاشم رجل إعلامي معه، فكرة المثلث. وهذه فكرة ليست جديدة، الآن طبعا صمم برنامج بعنوان المثلث. وحبذا لو ناقشنا وطرح الأخ هاشم يعني لنبرر أنت كرئيس لهذه الوكالة عشان تكون، لأنه طبعا التوسع الآن ليس نحن أفريقيا وحدة، إنما حيكون المثلث هذا يجمع بيننا وبين الأوروبيين وأيضا في العالم العربي أيضا الشرق الأوسط، ولنا جهود كبيرة جدا. زميل هاشم حبذا لو يعني تناولت هذا الموضوع مع الدكتور القاسم حتى أنا المشاهد حتى يفهم الفكرة. نعم، هو أيضا يتصل بنفس فكرة فيلي براند قبل 30 سنة من تحدثت أنت ومجموعة من الدبلوماسيين والصحفيين الأفارقة معه، وهو أنه أهمية أفريقيا لأوروبا. يبدو أنه أوروبا اكتشفت أفريقيا الآن من جديد بعد انتهاء عهد الاستعمار أو عهود الاستعمار السابقة، بعد استفحال أزمة الغاز وأيضا الطاقة وأيضا أزمة الهجرة الغير منظمة. الاتحاد الأوروبي حاليا دكتور يعني متوجه بجدية إلى القارة الأفريقية للتعاون، بعد ما أيضا التبهت إلى المنافسة بين القوى العالمية على هذه المنطقة لأهميتها وهي أفريقيا. القصد أنه هل ستعملون في الوكالة على تعزيز الجانب الإعلامي التعاون مع الاتحاد الأوروبي لخدمة الخبر الأفريقي، وأيضا أين هم العرب من الانتباه إلى أهمية أفريقيا والعمل على تنميتها؟ سؤال جيد وطرح بناء. حقيقة التفات أوروبا مكتشفة أفريقيا منذ زمن طويل، ويعني أفريقيا ظلت لعقود طويلة كحديقة خلفية وحديقة يعني مغطاة، حتى لم يزبر غور غاباتها ولا غب يعني ثكناتها. فحاليا تعلم كثير من الأفارقة وازداد عدد السكان، والثورة بتاعت التكنولوجيا اللي تفجرت في العالم أجمع وأصبحت سهلة للمنال، وعت الأفارقة إلى إمكانياتها، وكثير منهم انتبه إلى قدراته، فأصبح لزاما على أوروبا التعاون المتبادل. أصبحت العلاقة علاقة إلى درجة ما علاقة مصلحة متبادلة. فأوروبا تحتاج
إلى الموارد الطبيعية اللي هي تكتظ بها الضيغية بدرجة كبيرة جدا، وهذه الموارد تستخدمها أوروبا في كثير من الصناعات، فناهيك عن الطاقة الكامنة في البترول أو المعادن الغالية الثمن الباهظة زي اليورانيوم زي الكاليديوم الذهب اللي هو تقليدي الفضة النحاس، الضيغية تكتظ بهذه الأشياء، وأصبحت لديها التكنولوجيا حالياً بالتعاون مع شركاء آخرين عالميين مثل الصين مثل روسيا، فأصبح من الخطر المحدق بأوروبا وبأمريكا عليها أن تتعاون مع أفريقيا بدلاً من أن تنظر لها شيء ثانوي، فاعترفت بإمكانياتهم وابتدت في التعاون المتبادل من أجل المصلحة المتبادلة وهذه أنا بفتكر إنها شيء جيد سيؤدي في مرحلة ما إلى تنمية هذه البلدان الأفريقية إذا كانت هنالك درجة من الشفافية ودرجة من الوعي ودرجة من الوطنية. هناك بعض الأفارقة بكل أسف غارقون في أمور الفساد واستغلال الوظيفة والعمالة هنا وهناك من أجل فتاة يعني، ويجب محاربة هذه الأشياء والنظر إلى الوطنية والنظر إلى مصلحة البلدان وبناء جسور التعاون المتبادل والمصلحة المتبادلة والاعتراف بالآخر وبإمكانيات الآخر تجعلك تتعاون معه، ولكن إذا لم تكن تنظر إلى أن الآخر كفء وند لك فهنا النظر تكون مختلفة، تصبح أدوات الاستغلال واردة، تصبح أدوات الاستدراج واضحة واردة، تصبح أدوات استغلال الموارد الآخرين واردة في ذلك. لذلك أرى أنه من الممكن من خلال التعاون المتبادل من خلال الاعتراف بالأخطاء الماضية سواء في البلدان الأفريقية وفي طبيعة العلاقة بين البلدان الأفريقية عموما وبين الغرب يجب أن ننظر إليها بطريقة مختلفة تماما. أما البلدان العربية فأصبحت إلى درجة ما وخصوصا بلدان الخليج على درجة من الوعي، يعني بعضها تفجرت لديه إمكانيات مالية ضخمة استفاد منها في بناء وطنه مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت الأولى في مجال العدة عالميا، وأصبحت دولة يشار إليها في شتى النواحي، نواحي الاهتمام بالإنسان، نواحي بناء البلد، نواحي الأمن، نواحي الاستقرار، نواحي العدالة، نواحي الشفافية المؤسسات، نواحي المحاسبية، نواحي الجوفرنس، الحوكمة، فوصلت مراحل كبيرة جدا استغلالا مرشدا للإمكانيات، ولنا أن نتخذها قدوة ونتعاون معها ونستفيد من إمكانياتها لنطبق ما طبقته حتى تصل إلى هذه المرحلة مع البلدان الأخرى. نسأل الله أن يقيد لهذه البلدان من أبنائها من يكون بارا ويكون وفيا ويكون مخلصا ليقدم لبلده. فالبلدان لا تنمو ولا تزدهر إلا بوجود قيادات حكيمة، قيادات عاقلة وقيادات راشدة وكما يسمى كاريزما. فنسأل الله أن يصطف بنا ويسر لنا ما هو. أنا أترك المجال الآن لزميلي فيما تبقى من الوقت زميل هاشم، إذا لديك أي سؤال تعليق فيما قاله الدكتور باسم تفضل. نعم دكتور، يعني أيضا بصفتك عالم في الطب، يعني الأمم المتحدة ومنظماتها تقدم مشورات علمية زراعية طبية صحية تعليمية في كل المجالات، إلى أي مدى ممكن أيضا وجودك الآن في الوكالة سيساهم في الترويج للخدمات العلمية الدقيقة اللي ممكن تقدمها الأمم المتحدة إلى بلدان الشعوب القارة الأفريقية يعني المساهمة فيها؟ هذه ممكن أن يعني تتم بطرق عدة،
منها ليجن، يعني تكون حلقة وصل بين تلك البلدان وقنوات ذات صلة فيها ومع القنوات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وللأمم المتحدة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، من خلال البث البرامجي ومن خلال استضافة خبراء من الطرفين من الأمم المتحدة ومن هذه البلدان في شكل حلقات وفي شكل نقاشات وترويج لما تتبناه الأمم المتحدة من نشرات ثقافية طبية علمية زراعية اقتصادية في كل المجالات، والتنويع إليها من خلال الإعلانات ومن خلال زي ما قلت الحلقات النقاشية وفي شكل ندوات كذلك. ويمكن أن يكون منبر الوكالة يعني منبرا حيا فاعلا ذا دور كبير، وبأن يصبح لها مكتب وممثلية في كل البلدان الأفريقية إن أمكن ذلك. ولكن كل خطوة خطوة الميل الألف ميل تبدأ ميل، خطوة الألف ميل تبدأ بميل، فلنبدأ صغارا حتى نكبر بطريقة راشدة وبطريقة مستوية. فما قل ودام أفضل مما كثر وانقطع، فنبدأ قليلا قليلا إلى أن يتوسع عمل الوكالة إن شاء الله، وخصوصا حينما تصبح قناة فضائية يكون بثها سهل ويكون بثها ممتد ويصل إلى كل تلك البلدان إن شاء الله. نحن طبعا الدكتور بدأنا البث عبر منصة نايل سات لأكثر من 7 أشهر، ولكن واجهتنا بعض المعوقات لأنه طبعا المنصة كانت في بلد عربي معين، ولكن إشكاليات طبعا حالت دون مواصلتنا. لكن عندنا الخطة إن شاء الله في للاشتراك في إحدى المنصات الفضائية، طبعا نايل سات أو عرب سات قريبا، ونحن نسعى في هذا الجانب. لكن الآن قبل أن نختم هذا، لأنه طبعا أريد أن أشير إلى أهمية انتخابك رئيس لمجلس إدارة وكالة أنباء القرن الأفريقي. طبعا أنت الآن في عملك مشغول وذات يعني اهتماماتك كبيرة جدا في المجال العلمي في المجال السياسي، لكن الآن أرى طبعا عضوية الوكالة، الآن الناس بيعملوا في قارات الخمسة، لأن طبعا يعني مراسلين في كندا في نيوزيلندا في أستراليا في أمريكا، والآن استعرضنا أيضا مكتبنا في إيطاليا بيستضيف دائما الإيطاليين في قضايا مختلفة. الآن تحدثنا حول موضوع السودان لفت انتباه الإيطاليين، والآن هم طلبوا مننا لإجراء حوارات معهم الآن في سبيل يعني كسب العلماء، لأنه نحن في الجانب الإعلامي أنا بدون مبالغة عندما أقول الرجل الحاضر الغائب كان الزميل هاشم علمندي من الخلف، أفكاره ودعمه المعنوي والمهني، طبعا هو أستاذنا. وأيضا قبل أن ننسى إذا لنا زملاء، إذا ناصر المطير هو طبعا إعلامي بارز أكثر من 40 سنة، هو يعني زميلنا أيضا، هو ما يقصر في تقديم النصائح. أيضا زميلنا عبد الله الشريف هو من السودان رئيس اتحاد الصحفيين الأمم المتحدة، أيضا سهر 30 عاما لإنجاح حزمه. الآن طبعا في مجال العلماء آخر سؤال وجهه إليك، يعني هل بإمكانك أنت طبعا تنزم ما قلته حلقات علمية؟ طبعا نحن لا نفقه، أنا شخصيا لا أفقه شيء فيما يتعلق سواء مكافحة المخدرات أو القضايا اللي تحدثت عنها. هل تعتقد أن هناك فرص، ليس بالضرورة يكون فارق أيضا من أخواننا العرب وفي أوروبا وفي أمريكا بما لك أيضا حسب ما سمعت طبعا بروفيسور، يعني لك طبعا حضور أيضا في النمسا في الجامعات وتحاضر أيضا في أمريكا وفي كثير من الدول يعني كبروفيسور زائر، فما هي الفرص المتاحة الآن لتأسيس مثلا قسم خاص يعني يتخصص بالعلماء؟ والله هذا كلام جيد. هذه من ضمن الأنشطة اللي ننوي إن شاء الله بعد فترة قصيرة جدا الشروع فيها، هو التوجه بالقناة نحو العلمية والأكاديمية كجانب من النشاط من أنشطتها، بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة السياسية، الأنشطة الثقافية، الأنشطة الأكاديمية. فهذا الجانب جانب مهم جدا يجب أن لا ننساه في مسيرتنا.
نعد له إعدادا جيدا. وهناك نخبة كبيرة من العلماء وذوي الاختصاص في مجالات مختلفة يعني لا مانع لديهم من تقديم خبراتهم وفي شكل حوارات، في شكل حلقات نقاشية، في شكل سلسلة بتاعت برامج ممتدة لشهور لسنوات، يعني كثيرين لا مانع لديهم يعني يقدموا ما عندهم من أجل الإنسانية ومن أجل تنمية وتثقيف المجتمع والإنسان في كل مكان، ليس في بلد محدد ولا في بلدان لألسنتهم فقط، وإنما في كل مكان العلم ينشر من أجل العلم. وهذه رسالة مولى سبحانه وتعالى يسألنا عليه. يا الله الزميل هاشم، أنا أترك المجال الآن إذا عندك أي سؤال أو تختم هذه الحلقة. أنا بدأت البداية، فأولا طبعا يعني الوقت حتى لا يدركنا، فأترك لك المجال إذا عندك سؤال أخير أو تختم الحلقة بعد ذلك. أنا الحقيقة ما عندي شيء أضيفه باستثناء أنه أنا سعيد جدا دكتور أنه ألتقيك، وأيضا أستمع إلى أفكارك ورؤيتك وتوجهاتك لتطوير هذه الوكالة وخدمة شعوب وبلدان القارة الأفريقية والعالم العربي. جزيل الشكر لك، والختام معك أبو ياسر. أنا أشكرك أستاذ هاشم مندي، يعني فخور جدا وسعيد بالاجتماع مع قامة ثقافية كبيرة مثلك، يعني سنحت لنا الفرصة للقاء والحوار معها مع الأخ، ونشكر الأخ سارة بالقادر أن منحنا هذه الفرصة للتعرف إليكم والتحدث معكم وتجاوز وطاف الحديث، وسعداء ببثكم وبمجهوداتكم وبأفكاركم، ونفع الله بكم، وإن شاء الله يكون التعاون بيننا مستمر من أجل رفعة المجتمعات ومن أجل الإنسانية جمعاء في شتى الأنحاء وشتى المجالات بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا إن شاء الله. مشاهدينا الأكارم، بهذا تنتهي حلقة هذه اليوم. ضيفنا كان البروفيسور الدكتور أبو القاسم الحسن من أبو ظبي، وزميلي أدار الحوار الزميل هاشم علي بندي، القامة الإعلامية المعروف. وحتى نلقاكم في برامج أخرى، استودعكم الله أنا وزملائي فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.